بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، يتجدد لقاؤنا أعزائي الطلبة مع سابع محاضرة، والتي سنخصصها كما جرت العادة في الحصص السابقة لبعض التعاريف القانونية. وقد اخترت بعض المفردات القانونية حتى نعطيها تعريفا باللغة الفرنسية، ومن ثم نترجمها ب اللغة العربية. La capacité est une attitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. بمعنى الأهلية، أي صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق، بمعنى أهلية الوجوب وصلاحيات لاستعمالها. Un capital بمعنى رأس المال est un ensemble des biens que possède une personne physique ou morale et qui figure à l'actif de son patrimoine. بمعنى أنها مجموعة الأموال التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتي ترد ضمن أصول ذمته المالية. Le fisc est un ensemble des administrations chargé d'établir et de percevoir les impôts. بمعنى مصلحة الضرائب، وهي مجموعة أو عبارة عن مجموعة الإدارات المكلفة بتقدير وقبض الضرائب.